سلام حتى القدس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حتى القدس، ونتعرف معا على عناوين فقراتنا. في فلسطين قضية المجلس المركزي الفلسطيني يجتمع، المقاطعون يتهمون السلطة بالتفرد، فهل ذلك سيزيد الشرخ واستمرار الانقسام؟ وماذا عن الحوار الوطني وأفق الصراع؟ على طريق القدس، تقرير أمنستي تؤكد فيه أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، فهل يمهد ذلك لمحاكمة الاحتلال وكيف تستفيد منه فلسطين؟ في فلسطين هويتي، تأسيس جائزة غسان كنفاني للرواية العربية بالتزامن مع ذكرى مرور 50 عاما على استشهاده، وحتى الحرية رائد حوتري. غضب وحداد وحالة من الغليان تعيشها مدن الضفة فيما تتوعد فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة نابلس وتصعيد المواجهات بعد ارتقاء 3 شهداء من كتائب شهداء الأقصى، لتتسع رقعة الاشتباك وتكثر التساؤلات عن السيناريوهات المرتقبة في واقع ميداني ملتهب لا ينفصل عن المشهد السياسي المتأزم في ظل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني بمن حضر ومقاطعة واسعة من فصائل وازنة داخل المنظمة وخارجها تنتقد تفرد السلطة كخطوة في تعميق الانقسام. فبأي نتائج خرج هذا المجلس، وكيف يقرأ المشاركون والمقاطعون التعيينات الجديدة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟ قضيتنا هذه نطرحها على ضيفينا، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج في حركة حماس الأستاذ علي بركة. أهلا بك أستاذ علي. ونرحب بعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حلم الأعرج، أيضا ومدير مركز حريات للحقوق المدنية. أهلا بك أستاذ حلمي. أهلا بكم. أبدأ معك أستاذ علي، اسمح لي، صحيح نحن العنوان الأساسي بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، ولكن الميدان، ما يجري في الضفة، ارتقاء 3 شهداء، هذه الجريمة المكتملة العناصر التي قامت بها وعملية الاغتيال التي قامت بها إسرائيل، بأي مسار يمكن وضع التصعيد الذي تسلكه مدن الضفة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نترحم على شهداء نابلس، ونوجه التحية لأبطال المقاومة الفلسطينية المتصاعدة في الضفة الغربية، ونعزي ذوي الشهداء، ونحيي الأسرى البواسل في سجون العدو الصهيوني. طبعا الشعب الفلسطيني في وادي اليوم، والسلطة الفلسطينية في واد آخر. السلطة ذهبت لترتيب أوضاعها الداخلية وإجراء تعيينات عبر مجلس مركزي غير شرعي، والشعب الفلسطيني ترك وحيدا يواجه الاحتلال الصهيوني، يتصدى لقطعان المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية ويبنون المزيد من المستوطنات، يواجهون العدو الصهيوني الذي يقتل الشبان الفلسطينيين بدم بارد في قلب نابلس وأمام مقرات الأمن الوطني الفلسطيني، يواجهون العدو الصهيوني الذي يواصل تهويد القدس ويواصل تعذيب الأسرى الأبطال في سجون العدو الصهيوني. أنا أقول أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم. هذا الشعب الفلسطيني الذي واجه الاحتلال البريطاني منذ وعد بلفور عام 1917 إلى اليوم يواجه الاحتلال الصهيوني، لن يرفع الراية البيضاء، سيواصل هذا الطريق، لأننا نؤمن أن طريق المقاومة هو الطريق الوحيد الذي يحرر الأرض ويعيد اللاجئين إلى أرضهم وإلى ديارهم. أما طريق المفاوضات وطريق أوسلو وطريق التسوية لم يجلب لنا إلا العار، لم يجلب لنا الحرية، لم يجلب لنا تحرير الأرض والمقدسات، إنما تصاعد الاستيطان وتضاعف الاستيطان في الضفة الغربية منذ عام 1993 إلى اليوم 5 مرات. اليوم هناك 300 مستوطنة صهيونية في الضفة الغربية، و700 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية، 250 ألف مستوطن في القدس الشرقية. إذا العدو الصهيوني يستغل المفاوضات، يستغل مسار التسوية، ولذلك سمعنا الانتقادات أستاذ علي في هذه الفترة مع انعقاد المجلس المركزي. نعم. وبما خرج من قرارات بوقف التنسيق الأمني، كان في يمكن انتقادات واضحة أو تصويب على بالفعل ترجمة هذا القرار، وهنا سندخل يمكن بتفاصيل. نعم. ما خرج وموقفكم في حركة حماس. أنتقل إليك أستاذ حلمي الأعرج، ولا سيما بهذا الواقع الذي تعيشه الضفة، دعوات واسعة لتصعيد المقاومة، وهنا أتحدث بالمسارين، كيف تقرأ الجبهة الديمقراطية هذه المشهدية في مدن الضفة الغربية والقدس، وأتحدث بمسار المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية؟
يعني الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من موقعها المعارض لاتفاقيات أوسلو وإفرازاته وملحقاته هو إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في الأرض المحتلة ضد سياسة الاحتلال بالاستيطان والتصعيد والإعدامات الميدانية والاغتيالات وضد الاستيطان والمستوطنين وعنفهم الذي لا يتوقف وهي تنخرط بالميدان إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة في الضفة والقطاع وفي القلب من ذلك القدس. وتقرأ الجبهة الديمقراطية تطورات الأحداث على أن هذه الحكومة الفاشية تسعى إلى التصعيد وخلط الأوراق لأنها ترفض بالمطلق الدخول في أي مفاوضات أو التسليم بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ولذلك نحن نحذر هذا الاحتلال ونلفت انتباه المجتمع الدولي ونطلب تدخله العاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال من جرائمه ومن عنف المستوطنين. ونؤكد على أن هناك حال من الغليان تسود الأرض الفلسطينية المحتلة والأوضاع على حافة الانفجار. ولكن أستاذ وهي حلمي تقارب يعني تقريبا مهم جدا ما ذكرت بأنه نعم بمساندة هذه التحركات أو هذه العمليات التي تحصل وتصعيد المقاومة. ولكن عمليا كيف يترجم يعني هذه المقاومة الشعبية هي بحاجة بطبيعة الحال إن كان في بذور أو اشتعال هذه الانتفاضة إلى القرار السياسي. وهنا نتحدث بما ندخل إلى مخرجات مجلس المركزي الفلسطيني. يعني يتم الحديث عن تعليق الاعتراف بالدولة المحتلة بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني. هذه القرارات اتخذت في عام 2015 وفي 2018. ما الذي يختلف الآن؟ لماذا الترجمة وعدم اقتناع الآن أهالينا في الضفة بترجمة هذا الخيار؟ يعني هذا لا يختلف عن المجالس المركزية السابقة ولا عن المجلس الوطني بدورته الأخيرة عام 2018. نحن ذهبنا إلى المجلس المركزي في هذه الدورة أولا حفاظا على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. وذهبنا أيضا حتى لا تتخذ قرارات سياسية دون مستوى القرارات السابقة وأن لا يكون هناك قرارات سياسية هابطة. وذهبنا لطرح مبادرة الجبهة الديمقراطية التي حظيت بإجماع واسع من قبل الشعب وقواه السياسية ودول عربية وازنة أخرى. وأيضا ذهبنا إلى هناك للتأكيد على المقاومة والتأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذتها المجالس المركزية والمجلس الوطني خاصة فيما يتعلق بقطع العلاقة مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والتحلل الكامل وبالمطلق من اتفاقيات أوسلو والالتزامات الناشئة عنها. وهذا ما اتخذه المجلس المركزي من قرارات. إذا نحن أمام خطوتين أساسيتين متلازمتين ومتداخلتين. الأول حماية هذه القرارات التي تعبر عن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا دون التراجع عنها أدنى شعرة. والمسألة الثانية هو العمل من أجل تنفيذ هذه القرارات. وهذه ليست مهمة الجبهة الديمقراطية لوحدها لأن الجبهة الديمقراطية بما اتخذته من خيارات في أسئلة كثيرة من داخل الجبهة ومن خارجها ما تم الحديث عنه باستقالات رفضا لخيار الجبهة الديمقراطية بالمشاركة في اجتماعات المجلس اللامركزي ولا سيما بأنها هي من قدمت كما قلت هذه المبادرة التي لاقت يمكن قبولا من معظم الفصائل الفلسطينية. سأسأل عن هذه الجزئية وأيضا يمكن حصولكم على منصب نائب الرئيس. ولكن أعود إليك أستاذ علي بهذه الجزئية. في
بيان مشترك صدر بالنسبة لكم لحماس الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشأن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني. أنتم تقولون بأنه تفاجأتم أمام هذه التحديات بإصرار انعقاد المجلس المركزي دون التوافق الوطني أو دون الحوار الوطني. اليوم حماس بعد هذه المخرجات التي خرجت والقرارات التي صدرت، كيف قرأتم ذلك؟ أولا، أمام ما يجري من تهديد صهيوني وعدوان صهيوني متواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كان لابد أن نذهب إلى تنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الفصائل الفلسطينية. كان لابد من ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وسياسية واضحة. كان ينبغي أن نذهب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. يعني الأولى كان هو تشكيل مجلس وطني فلسطيني جامع ويضم الكل الفلسطيني، لا أن نذهب إلى مجلس مركزي معين لا يضم كل الفصائل الفلسطينية ولا يمثل كل الشعب الفلسطيني. أنا أستغرب من الرفاق في الجبهة الديمقراطية أنهم طرحوا مبادرة للحل وتخلوا عن مبادرتهم وذهبوا إلى المجلس المركزي، وهذا يفقدهم المصداقية. هم كانوا أصحاب مبادرة تدعو إلى تأجيل المجلس المركزي وإلى إجراء حوار فلسطيني يمهد لعقد المجلس المركزي أو المجلس الوطني، لكن نسفوا مبادرتهم وأسقطوا مبادرتهم وذهبوا إلى مجلس مركزي كرر نفس القرارات السابقة التي انتقدتها الجبهة الديمقراطية. لكن أستاذ علي يقول لك الفراغ، يعني الفراغ بمؤسسات المنظمة، ما في فراغ. هل من أجل تفعيل مؤسسات المنظمة فتم المشاركة؟ ما في فراغ. اتفقنا بال2005 وال2011 وب2017 في بيروت على تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة منظمة التحرير من اللجنة التنفيذية الحالية ومن الأمناء العامين، واجتمعت في بيروت في 10/1/2017، ثم اجتمعت الفصائل الفلسطينية في بيروت وفي رام الله في نفس الوقت ب 3 ايلول 2020 واتفقنا على تشكيل قياده وطنيه موحده للمقاومه الشعبيه. من الذي نسف هذه الاتفاقيات؟ من الذي نسف هذه التفاهمات؟ كان بالاحرى من رفاقنا في الجبهه الديمقراطيه ان يقفوا الى جانب الجبهه الشعبيه والى جانب حماس والى جانب حزب الشعب والى جانب الجهاد الاسلامي وان يصروا على ضروره تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالانتخاب حيث امكن وبالتوافق حيث لا يمكن الانتخاب ونضع استراتيجية فلسطينية واحدة لمواجهة الاحتلال. أما أن نغطي المجلس الانفرادي التقسيمي هذا خطأ كبير. طيب أي هدف برأيكم تم تحقيقه بالنسبة لحركة فتح أو حتى للجبهة الديمقراطية من خلال هذا الانعقاد؟ ملأ الأماكن الشاغرة كما قيل في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية؟ لا، هو هناك خشية أمريكية إسرائيلية بأن يختفي الرئيس عباس من المشهد السياسي لعدة أسباب. الرجل بلغ 87 سنة الآن، فلذلك كان مطلوب ترتيب خلافة الرئيس عباس من خلال المجلس المركزي الفلسطيني. ومعروف عندما توفي الرئيس عرفات في 11/11/2004 الذي خلفه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اللي هو محمود عباس أبو مازن. لذلك الآن هناك خشية أمريكية إسرائيلية أن يغيب فجأة الرئيس أبو مازن. يعني برغبة أمريكية أن عقد هذا المجلس طبعاً بطلب أمريكي، لأن الذين دخلوا إلى المجلس المركزي الجديد وخصوصا حسين الشيخ هو خيار خارجي لخلافة الرئيس عباس وليس هو خيار وطني. وهنا اسمح لي بهذه الجزئية أستاذ حلمي الأعرج بما ختم به الأستاذ علي بركة، هذه الرغبة أو هذا الطلب الأمريكي ببلورة وفهم رؤية الخلافة إن كان للقيادة والسلطة ولا سيما الرئيس عباس، هل كان هو الهدف الأساسي بالنسبة لهذا الاجتماع؟ ونحن نتحدث يمكن حصول الجبهة الديمقراطية على منصب نائب رئيس المجلس الأستاذ علي فيصل، بهذا الإطار يفهم هذا ما حققتموه في المجلس؟ انعقاد المجلس أساسا هو استحقاق دستوري، حيث ينعقد المجلس كل 3 أشهر وقد مضى على انعقاده 3 سنوات، هذا أولا. وثانيا، نحن من دعا في مبادرته إلى عقد دورة استثنائية للمجلس المركزي لانتخاب لجنة تنفيذية تشمل كل القوى السياسية بما في ذلك حركتي الجهاد الإسلامي وحركة حماس، ومن ثم تشكيل وحدة حكومة وحدة وطنية حيث يعني تتحمل مسؤولية كاملة عن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع، أي للخروج من مأزق
الانقسام والذهاب إلى انتخابات عامة خلال العام 22. هذا لم يتحقق، وبالتالي المبادرة تبقى تحمل قوتها في مضمونها، في محتوياتها، في توجهاتها، لتبقى مدخلا لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية. نحن ذهبنا أيضا إلى الجزائر لنقاش ليس فقط هذه المبادرة، إنما آليات إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية. أعلن عن تشكيل المجلس المركزي الذي كنا نتمنى ألا ينعقد في هذه اللحظة، وأصبحنا أمام هذا الاستحقاق، وهو نعم طلبنا بالتأجيل، وهو ما تبقى من شرعية منظمة التحرير أو من الشرعيات الثلاث، المجلس الوطني والمجلس التشريعي. المجلس الوطني الذي فوض صلاحياته للمجلس المركزي عام 2018، والمجلس التشريعي الذي تم حله. هذا ما تبقى من المنظمة، ولذلك أيضا ذهبنا لترميم ما تبقى حفاظا على هذه المنظمة. وأي كان يدعي بأن الديمقراطية ذهبت للحصول على نائب رئيس المجلس، هذا أمر مضحك. الجبهة الديمقراطية لم تساوم لحظة في تاريخها من أجل حق، ولو كان هذا الحق طبيعي وأساسي لها، وهو متفق عليه منذ المجلس الوطني في العام 2018، وأنا عضو في المجلس الوطني وتقرر ذلك، لكن تم ترحيل كل هيئة الرئاسة. طيب أستاذ حلمي، أود أن أفهم منك جزئية هنا، إذا كنتم ترفضون ما يسمى بجائزة الطردية بنائب منصب نائب الرئيس المجلس الوطني، لكن بالمقابل قيل أنه ليس هنالك إجماع أو تنسيق واضح من قبل كوادر الجبهة الديمقراطية، أتحدث من ناحية القواعد والقيادات للمشاركة بهذه الطريقة في اجتماعات المجلس، هل يمكن أن تصوب لنا هذه النقطة؟ يعني حقيقة ما جرى، وحقيقة أيضا ما طرح بإعادة أنه أحد أجنحة حركة فتح طالبت بإعادة انتخاب الرئيس محمود عباس كرئيس دولة فلسطين، في أيضا كان في مناوشات من قبل حزب الشعب والجبهة الديمقراطية برفض هذا المقترح. نعم، يعني كان هناك تخوف من أن يكون المجلس المركزي مكانا لانتخاب الرئيس بشكل مباشر على حساب الانتخابات. وقد خضنا حوارا معمقا مع الإخوة في حركة فتح في اللجنة المركزية حتى نضمن عدم حدوث ذلك، وإلا لن نشارك، وإذا حصل سنقاطع من داخل المجلس. وهذا التخوف المشروع لم يتم التطرق له، وتم نفيه جملة وتفصيلا، ولم يحصل، وهذا دليل على ما ذهبنا إليه في هذه النقطة. كان هناك رأي، وهذا طبيعي، معارض لعدد واسع من الرفاق في أماكن مختلفة اتجاه عملية المشاركة، وهذا منسجم مع المزاج الشعبي الذي ينتقد السلطة بشكل حاد، ونحن نفرق ما بين السلطة ومنظمة التحرير، ولكن بالحوار الذي خضناه وما زلنا، هذه ردود الفعل قد انتهت، ولكن الخط المعارض سواء كان أفراد أو عشرات لموقف الجبهة، هذا ضمن عمل الجبهة الداخلي وينسجم مع النظام الداخلي، الالتزام برأي الأغلبية على حساب الأقلية، مع حق الأقلية بالتعبير عن رأيها. ردود الفعل كانت لدى جهات عديدة في الشارع الفلسطيني، لأن الخلط ما بين السلطة والمنظمة، ولذلك يريد محاسبة السلطة، ونحن معهم من خلال عدم الذهاب للمجلس المركزي الذي نختلف هنا ربما مع غالبية الفصائل، لأنه موقف الجبهة الديمقراطي التاريخي هو الميل للمشاركة وليس المقاطعة. وهنا كان يمكن الأكثر التساؤلات بين هذه الأفكار التي طرحت من قبل قيادات أو من قبل كما ذكرت الرفاق بالنسبة لكم في الجبهة الديمقراطية في عام 96. سأعود إليك، نعم، ولكن بشكل سريع أنا مضطرة لأعود إلى أستاذ علي بهذه الجزئية ليعقب عليها، لأنه يقال أنه كي لا تفرط هذه الجلسة حركة فتح سحبت هذا الأمر، يعني إعادة انتخاب الرئيس عباس، وبالمقابل نحن نتحدث عن المبادرة الجزائرية التي أشار إليها أستاذ حلمي. كيف سينعكس هذه الخطوة التي قلتم بأنها تعمق الانقسام على أفق
الحوار وترتيب الأمور ولا سيما بمطرحته الجزائر؟ اجتماع المجلس المركزي الانقسامي الانفرادي في رام الله قبل أيام نسف حوار الجزائر، لأن هذه خطوة استباقية للحوار. إذا كان الرئيس أبو مازن اتفق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد طبون لإجراء حوار فلسطيني قبل القمة العربية من أجل ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، الآن القيادة المتنفذة في منظمة التحرير والرفاق في الديمقراطية هم نسفوا المبادرة الجزائرية، لأنهم ذهبوا لترتيب منظمة التحرير قبل الحوار الفلسطيني في الجزائر. ماذا سنقول في الجزائر إذا الآن هم رتبوا كل شيء ورتبوا اللجنة التنفيذية وأخذوا صلاحيات المجلس الوطني وحضروا خليفة أبو مازن مستقبلا؟ لماذا سنذهب إلى الجزائر؟ ماذا سنقول؟ كان ينبغي أن تؤجل هذه الخطوة، نذهب إلى الجزائر على طاولة حوار واحدة، بنوضع كل القضايا الفلسطينية على طاولة الحوار وبنتفق على المدخل الصحيح لترتيب البيت الداخلي ولإنهاء الانقسام، وهو الانتخابات التي اتفقنا عليها آخر مرة في شباط وآذار 2021 في القاهرة. لكن الرئيس أبو مازن في 29 نيسان الماضي قبل معركة سيف القدس ألغى الانتخابات بذريعة أن القدس تحت الاحتلال والعدو الصهيوني يرفض انتخابات في القدس، بينما ذهبوا إلى انتخابات بلدية والقدس ممنوع أن تجري فيها الانتخابات. يعني لكن نحن نقول أن اختيار أو تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالنسبية الكاملة حيث أمكن هذا الآن عدنا هذا إلى يخرجنا. نقطة الصفر يا أستاذ علي. نعم. يعني إلى ما قبل المبادرة الجزائرية، يعني الذي يتحمل المسؤولية هو الذين شاركوا بالمجلس المركزي، هم الذين أخروا وهم الذين ضربوا المبادرة الجزائرية وهم الذين ينفذون استحقاقات خارجية لا تصب بمصلحة الشعب الفلسطيني، خاصة أنهم كرروا المكرر نفس القرارات اتخذت عام 2015 و2018 والآن أحالوها التنفيذ للجنة التنفيذية، واللجنة التنفيذية 7 من أعضائها من فتح الأغلبية لن ينفذوا وقف التنسيق الأمني ولن يوقفوا الاعتراف بالكيان الصهيوني، وستبقى الجبهة الديمقراطية شاهد زور على ما ذلك. ما هو ردكم أستاذ حلمي على ما ذكره أستاذ علي بأنكم تتحملون المسؤولية بمن شاركتم في اجتماعات المجلس المركزي، العودة إلى نقطة الصفر، تعميق هذا الانقسام والقضاء يعني ونسف كما قال أستاذ علي المبادرة الجزائرية؟ والجزئية الثانية من سؤالي لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، من هو خليفة الرئيس محمود عباس؟ صحيح بأنه يحضر حسين الشيخ بمطلب دولي ولا سيما بمطلب أمريكي؟ صحيح نحن نتحمل المسؤولية على أننا شاركنا في المجلس المركزي من أجل الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني، برنامج الإجماع الوطني، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا هو الإنجاز التاريخي الأكبر إلى الآن في النضال الوطني الفلسطيني منذ انطلاقة المنظمة ومنذ انطلاقة الثورة، لأنها تمثل كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. أستاذ حلمي أخر شهرين هذا الانعقاد بعد حوار الجزائر. أوكي 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 أوكي. مش راح تخرب الدنيا. جاء عفوا جاء 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 عفوا جاء هذا الاستحقاق، جاء هذا الاستحقاق. أما الذي يقول أن هذا المجلس غير شرعي فهذا غير صحيح على الإطلاق. حماس والجهاد أساسا هم ليسوا أعضاء في المجلس المركزي، عين 34 والشعبية هي من بمرسوم. قطعت ليس فقط هذه الدورة إنما دورات أخرى. قيل عن الجبهة الديمقراطية أنها تشكل غطاء سياسي في المجلس الوطني في الدورة 18، والآن حماس والجهاد والشعبية يتغنوا في قرارات المجلس الوطني ويطالبوا بالالتزام بها وبتنفيذها. سياسة الجبهة الديمقراطية من موقع المعارضة تنتقد السلطة وتسعى لتنفيذ القرارات التي تخرج عن المجالس الوطنية والمركزية. من سيخلف الرئيس أبو مازن للحوار الوطني الشامل وفورا، وتدعو إلى مجلس جديد ومجلس وطني أستاذ حلمي جديد. من سيخلف الرئيس أبو مازن؟
يعني هذا شأن داخلي لدى حركة فتح في ترتيباتها الداخلية. رئيس فلسطين مش لفتح. ننتظر من يكون أمين سر اللجنة التنفيذية. يقول لك هو رئيس فلسطين وليس نتحدث عن رئاسة حركة فتح. أستاذ حلمي هل تسمعني؟ يقول لك أستاذ علي رئيس فلسطين هو رئيس فلسطين. اللجنة التنفيذية ورئيس الفلسطيني. كما أشرتم إلى أمين سر اللجنة التنفيذية ربما يكون هو البديل. يعني غطيه بالقرار الآن أنتم. لم يتم اختياره. شكرا جزيلا لكما. للأسف انتهى الوقت أستاذ حلمي الأعرج وكذلك أستاذ علي بركة، كنتما ضيفينا في فقرة فلسطين قضيتي. شكرا جزيلا لكم. شكرا. ليفتا قضاء القدس. ليفتا قرية فلسطينية تقع في قضاء القدس، أقيمت منذ عهد الكنعانيين، بنيت معظم بيوتها من الحجر. كان أهالي ليفتا يشربون من مياه عين ليفتا. استثمرت أراضيها في زراعة الحبوب والأشجار المثمرة كالزيتون والعنب. احتلت قرية ليفتا عام 1948 وطرد سكانها وأقاموا مستعمرة مين فتوح على أراضيها. ليفتا قرية فلسطينية سوف نرجع إليها. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل وعلى طريق القدس. من جديد أهلا بكم ونستأنف مع فقرتنا على طريق القدس. ملفنا في هذه الحلقة، تقرير أمنستي تؤكد فيه أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، فهل يمهد ذلك لمحاكمة الاحتلال وكيف تستفيد منه فلسطين؟ ملفنا نناقشه مع ضيوفنا، رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود، مدير عام مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسة من الناصرة، ونهلة عبدو البروفيسورة في علم الاجتماع والناشطة السياسية من أوتاوا. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك عمر من الناصرة، هذا التقرير الذي حمل نظام الفصل العنوان تحت عنوان نظام الفصل العنصري أبرتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، هو نظام قاسي يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية. ما أهمية هذا التقرير؟ وهل يمكن أن نقول بأنه صحوة الضمير؟ يعني لطالما كنا في على الأقل في الداخل الفلسطيني نشير بشكل واضح منذ سنوات، بل وصدنا كمؤسسات حقوقية التقارير ورفعناها للمنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، وكنا نشير بشكل واضح أن إسرائيل تتجه بسرعة فائقة نحو يعني نظام الأبرتهايد والتفرقة العنصرية، كما نعيش ذلك يوميا، كيف أن إسرائيل يعني تميز في كل شيء ما بين العربي واليهودي في الأمور المدنية وغيرها. وبالتالي يعني صراحة التقرير لم نتفاجأ بأنه أشار لهذه الأمور، ولكن من المهم ومن الضرورة أن تكون منظمة مثل أمنستي يعني تشير في هذا التقرير الواسع والمهني والموضوعي، والتي تحدثت على أن إسرائيل عمليا تمارس يعني نظام التفرقة العنصرية، سواء كان للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والداخل الفلسطيني وحتى كل فلسطيني حتى خارج حدود إسرائيل. وأشير إلى ذلك عمليا الفلسطيني الذي عمليا أصوله فلسطينية ويحمل الجنسيات الأجنبية، عندما يريد أن يدخل إلى البلاد يجد أن هناك صعوبة، والأمر يعود فقط لكونه فلسطيني. وبالتالي يعني إسرائيل المشكلة الأكبر أصبحت عمليا تقنن هذه عمليا القوانين، تقنن هذه العنصرية بقوانين وتعطيها الشرعية القانون الإسرائيلي المحلي، واضح أنه يتعارض مع القوانين الدولية، ولكن للأسف المحكمة العليا في إسرائيل محكمة العدل العليا التي
يعني نطرح أمامها التماسات لإبطال هذه القوانين العنصرية، نجد أنها تشرع في نهاية المطاف مثل هذه التفرقة وتعطيها مسميات مختلفة، وآخرها كان قانون القومية الذي يأتي بشكل واضح. يعني قانون القومية اليهودية، ولهذا هذا التقرير أثار كل هذه الزوبعة يمكن القول أو العاصفة داخل إسرائيل، وسنتحدث عنها معك سيد عمر. أنتقل إليك بروفيسورة نهلة، نقدر لك أيضا الاستيقاظ باكرا للمشاركة من أوتاوا في برنامج حتى القدس. هذا التقرير يتحدث بشكل واضح عن ممارسة العنصرية والقتل ضد الفلسطينيين، كيف يمكن استثماره والاستفادة منه على المسرح الدولي، وماذا يعني بالمسار؟ هذا التقرير أنا بفكر أنه هو بيختلف نوعا ما عن بقية التقارير اللي طلعت، لأنه شامل وشمولي بالنسبة لكل الفئات الفلسطينية في الداخل، في احتلال 67 وكذلك في مخيمات اللاجئين. التقارير اللي قبله كانت جزئيا actually تشمل بعض هذه الفئات ولكن مش بهذا الكل. كمان مرة وضوح وموضوعية هذا التقرير أنا بفكر أنه كانت جيدة، ويعني سردت السردية الفلسطينية تاريخيا بشكل كتير رائع، وهذا اللي أغاز الدولة الصهيونية. أنا بفكر أنه استثمار هذا التقرير مهم جداً، يمكن استثماره من الهيئات الحقوقية بالداخل وبالخارج بنفس الوقت، ولكن ممكن كذلك استثماره من خلال الهبات الفلسطينية أو من خلال المقاومة الفلسطينية، لأنه نحن بنعرف بهذا الوقت أنه في عنا سند عالمي لقضيتنا ولمشروعية القضية الفلسطينية. الرائع بهذا التقرير بالمناسبة أنه مع أنه ما ذكرش كثير كلمة النكبة، أو حتى أنا بقول إبادة الجماعية اللي هي بروسس ومش حدث تاريخي صار ووقف لحد هلأ، هذه الدولة عم بتمارس القتل الجماعي للفلسطينيين، كل يوم في قتل للفلسطينيين وكل يوم في مذابح عمالها بتعملها. فأنا بقول أنه استثمار تقرير من هذا النوع مهم جدا. أنا بعرف أنه الحكم الفلسطيني اللي موجود في رام الله مش راح يشتغل بالشكل المناسب، لأنه صار له فترة مش عماله بيشتغل أصلا. طب ممتاز. أنا سيدة نهلة، يمكن لن نغوص بتفاصيل هذه الجزئية، ولكن في السلطة الفلسطينية طالبت الجمعية العامة وحتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة، وكذلك في دعوة للجنائية الدولية. سأعود إليك أستاذة نهلة، ولكن أنتقل إليك أستاذ طارق حمود أيضا بما ذكرته. يعني في ثلاث صفات أساسية قالتها سيدة نهلة: الوضوح، الشمولية، والموضوعية. هنا على أي سكة تضع هذه التقارير، ولا سيما أنه يصدر بعد تقارير كذلك لهيومن رايتس ووتش بتجربة ما جرى في جنوب أفريقيا بالفصل العنصري، ما الذي يؤثره على المسرح الدولي؟ وهل هذا يعني أننا سنحاكم الاحتلال بما ارتكبه في الماضي والمستمر بالحاضر وحتى المستقبل؟ نعم، دعينا بداية يعني نعيد تعريف الموضوع. هذا التقرير ليس الأول وليس الثالث ولا الرابع حتى. هذا التقرير يأتي بعد عشرات التقارير التي صدرت عن مؤسسات حقوقية، منها الميزان، الأخ عمر يعرف ذلك، ومؤسسة الحق، وكثير من المؤسسات الفلسطينية وغيرها، وتم إيداع كثير من التقارير لمجلس حقوق الإنسان، لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار أي شيء. اليوم أهمية هذا التقرير أنه يصدر عن منظمة العفو الدولية، هذه منظمة عريقة ذات امتداد دولي وسمعة دولية كبيرة جدا، وبالتالي الأصداء تكون أكبر بشكل واضح. دعينا نتذكر بأنه أول تقرير تحدث عن الأبرتهايد هو تقرير الإسكوا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الدكتور ريما خلف، في عام 2017. وفي ذلك الوقت رفض الأمين العام للأمم المتحدة وضغط على الإسكوا لكي لا تصدر التقرير، وعلى أثر استقالة ريما خلف. بمعنى الموضوع ليس قضية اكتشاف جديد، هناك اكتشاف، هناك شيء موجود، ممارسة موجودة، لكن هناك غطاء دولي، هناك منظومة دولية متكاملة تقوم بحماية الأبرتهايد الإسرائيلي. وبالتالي أهمية أن يصدر عن منظمة العفو الدولية هو أنه يتجاوز الإرادة الدولية التي تؤمن الغطاء للاحتلال. وفي هذا السياق
نعم، بناء على المعطيات الثلاث التي ذكرتها من الممكن البناء والاستفادة من هذا التقرير في أكثر من مجال، لكن ليس منها على الأقل كأولوية القضاء الدولي، لأن القضاء الدولي يحتاج إلى توفر إرادة دولية من أجل محاكمة الاحتلال. وهنا نحن في مشكلة مركبة، المشكلة التي ذكرتها الأخت نهلة فيما يتعلق بأنه المدعي الرسمي الذي ينبغي أن يكون هو السلطة الفلسطينية لا تمتلك الإرادة السياسية لذلك، وليست في وضعية تسمح لها بذلك نتيجة أمور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. وأيضا لا يوجد طرف دولي أيضا آخر المكون للمحاكم الدولية من الممكن أن يحاكم إسرائيل، طبعا قياسا على تجارب المحاكمات القديمة سواء الصرب أو السودان أو غير ذلك. يتم محاكمة الضعفاء فقط، لكن لا يتم محاكمة حلفاء الغرب تحديدا المتحكم في الإرادة الدولية اليوم. ممتاز، هذه الجزئية تسمح لي أستاذ طارق. نعم، لأنك ذكرت يعني نحن بحاجة أيضا إلى جهة رسمية أساسية هي التي تأخذ المبادرة ويكون لديها الإرادة السياسية، وهنا أنقلها إلى أستاذ عمر. نحن أمام أي خطوات فلسطينية بحاجة فعليا وعمليا لتشريع أكثر سلسلة هذه المنشورات بالمحافل الأممية، حينما نقول بأن إسرائيل دولة منبوذة، إسرائيل دولة تمارس الأبرتهايد أو الفصل العنصري؟ واضح أهمية هذا التقرير، يأتي طبعا للخطوات التي سبقت، ولكن دعونا نتذكر يعني بالعودة إلى الماضي أنه لم يتجرأ أي جسم أو أي منظمة دولية بالحديث عن أن إسرائيل تمارس الإرهاب أو أن إسرائيل تمارس أستاذ عمر، أنا سؤالي واضح، الجانب الفلسطيني ما هو المطلوب منه الآن لتفعيل والاستثمار والبناء على هذا التقرير؟ الجانب الفلسطيني هو الجانب الأضعف في هذه المعادلة، كون ما زال عمليا الجانب الفلسطيني يسيطر عليه عمليا دولة إسرائيل، وعمليا السلطة الفلسطينية هي عمليا خاضعة في نهاية المطاف إلى الإرادة الإسرائيلية، كون هي التي تحول أو لا تحول الأموال، هي التي مسؤولة عن موضوع التنسيق الأمني، وهو الموضوع أصلا موضوع على الأمور الإدارية في داخل المناطق المحتلة 67. وبالتالي لا أعتقد أن الجانب الفلسطيني هو الذي يعني باستطاعته أن يفرض مبدأ القوة هنا وأن يتحرك بقوة أمام محكمة الجنايات الدولية. لعل هذا التقرير يكون فيه تدعيم لموقف المدعية العامة التي بدأت في الشكاوى التي قدمت ضد إسرائيل على انتهاكها بجرائم حرب فيما يتعلق في الاحتلال واستمرارية الاحتلال. الأمور الدولية التي تضع إسرائيل في الزاوية كما يقال في هذه المرحلة ليست كثيرة صراحة، ولا نعول عليها الكثير، لأن إسرائيل اليوم هي عمليا بالموقف الأقوى، لديها الاتحاد الأوروبي الذي يدعمها بشكل مطلق، لديها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأمريكا الشمالية، عملياً هناك دعوم لإسرائيل، وبالتالي لا يستطيعون أن يتقدموا في هذا الموضوع. عليه لا نقلل من أهمية هذا التقرير، لأنه يأتي ويعطي ويعكس الواقع الذي عمليا يعيشه الفلسطينيين وما تمارسه إسرائيل. ولكن الموضوع موضوع تراكمي، الموضوع لا يعني أن هذا التقرير إما أن نضعه على الرف أو أن نأتي بالثمار والحراك اليوم. هذا التقرير مثل من كثير التقارير، وهنا كان في تخوف من الإعلام الإسرائيلي بتوقيت بيان منظمة العفو الدولية. سيدة نهلة، هذه الحملة الواسعة في الداخل الإسرائيلي، الإعلام يقول أنه بمشاركة منظمات غير حكومية من أجل إقناع العالم بأن إسرائيل دولة غير شرعية، هذه يعني نشق الطريق الآن يمكن القول إلى المحافل الأممية، وما المطلوب كما ذكر أستاذ عمر إذا كان هو عمل تراكمي من قبل الفلسطيني لمحاكمة المحتل في محكمة الجنايات الدولية؟ قضية محاكمة الاحتلال ومحاكمة الدور الصهيوني لصهيونتها في محاكم دولية قضية مهمة، ولكن لوحدها ما بتكفي. واضح أنه الفلسطينيين ما هم victims ضحايا ساكتين، ولا مرة كانوا ساكتين. أنا بفكر أنه ممكن نستعمل هذا التقرير كأكاديميين أو غير أكاديميين في أن ننشره أعمق في الأوطان اللي موجودين فيها، في البلاد اللي موجودين فيها، لأنه حتى في الدول اللي أنا موجودة فيها اللي هي تشابه إسرائيل دولة استعمار كولونيالي شبيهة جدا بالدولة الصهيونية، حتى هون التعاطف المؤسسي
وكذلك الشعبي وكذلك الميديا مع هاي الدولة تعاطف كبير جدا. فإحنا فينا شوي شوي نكسر هذا التعاطف بأنه ننشر الحقائق. ما كانوا يقبلوا من الفلسطيني، لأنه الفلسطينيين حكوا هذا الحكي من زمان، يعني من الستينات. صحيح. أنا أتذكر فارس صايغ عنده كتاب عن هذا الموضوع وعن إسرائيل كدولة استعمار، ولكن ولا حدا أخذنا سيريسلي، ولا حدا أخذنا بشكل جدي. أنا بفكر أنه هلأ الوقت مهم جدا أنه نحن الفلسطينيين بمساعدة كل اللي واقفين معنا، وهدول كثار بالمناسبة مش قلال، أن ننشر القضية الفلسطينية أو نكمل نشر القضية الفلسطينية. ومعنا هون دوكيومنت اللي هي عالمية، معنا دوكيومنت اللي ملايين العالم بيأمنوا وبثقوا في أمنستي انترناشنال. ففينا نستعملها لبناء عقلية جديدة أو مغايرة بالنسبة للغرب عن فلستين. ولا سيما ست نهلة، يعني أنت تتحدث عن هذه العقلية لدى الغرب التي شهدنا هذا التغير، وشهدنا يمكن تلمس وحقيقة الرواية الفلسطينية باتت تتبناها، لا سيما بعد سيف القدس وهبة الكرامة في أيار الماضي. وبهذا السياق اسمح لي أن أنقل هذه الجزئية أيضا إلى أستاذ طارق حمود، وكان يكمل هذه الفكرة قبل قليل أستاذ طارق. كيف يمكن أن نعرقل؟ لأنه في خوف لدى الإسرائيلي أن ترسم له هذه الصورة على المسرح العالمي، وفي تجاوز، ممكن أن نقول تجاوزنا الإرادة الدولية بتحقيق هذه الوثائق التي نمتلكها بتنا اليوم. طبعا هذه مسألة مهمة، لأنه إحنا عملية التراكم أو عملية المراكمة على هذا التقرير أو غيره من التقارير الأخرى بسبب أهمية وسمعة المنظمات الدولية التي أصدرتها مسألة مهمة جدا. لكن ينبغي علينا الاستثمار في المساحات الأكثر فعالية في البداية. صراعنا مع الاحتلال لا شك أنه صراع شامل، يجب أن نغطي كافة المساحات وأن ندخل في كافة المساحات سواء القضاء الدولي أو غير ذلك. لكن اليوم في مثل هذا الوضع نحن نقول بأن القضاء المحلي أو المحاكمات الوطنية ربما تكون أكثر أهمية من القضاء الدولي. في أوروبا هناك عدد من قادة الاحتلال لا يدخلوا أوروبا منذ عدة سنوات بسبب القضاء المحلي وليس بسبب القضاء الدولي. وبالتالي من الممكن الاستثمار في هذه الجزئية تحديدا. لدينا ثلاث اتفاقيات دولية تعتبر ممارسة الأبرتهايد جريمة ضد الإنسانية بحكم القانون الدولي، وبالتالي من الممكن البناء عليها والذهاب باتجاه القضاء الوطني أولا من أجل المراكمة في صناعة رأي عام. لأننا نتحدث عن هذه المحاكم المحلية ودهمنا الوقت، سيدة نهلة بخلاصة كيف يمكن أن نلخص هذا التقرير بالنسبة لاستثماره في المرحلة المقبلة، وكذلك السؤال نفسه لأستاذ عمر. تفضلي سيدة نهلة. تقرير جيد، المفروض أنه نأخذه بعين الاعتبار وبشكل جدي ونعممه. أهم شيء أنه نعممه في بلدان الغرب اللي هي ما زالت تفكر عننا بشكل سلبي. هذا الوقت اللي نغير فيه الموقف، خلينا نسميه الموقف الأوروبي أو الموقف العالمي من الصهيونية. الصهيونية هي حركة عنصرية، وهي ليست حركة قومية أو حسب ما بيفكروها. وأي سيد عمر، عذرا للمقاطعة ولكن انتهى الوقت ست نهلة. سيد عمر، يعني باعتقادي أهمية هذا التقرير بالفعل هو بتعميمه على العدد أكبر من المجتمع المدني، لأنه يجب التفريق ما بين المجتمعات الأجنبية الأوروبية وغيرها وبين الحكومات، لأن الحكومات عادة يعني لا تأخذ بمحمل الجد وتخضع لسياسات مختلفة، وبالتالي المجتمع المدني يستطيع أن يؤثر في هذا الجانب، وعليه يجب أن يكون بالفعل هناك الدور للتأثير من هناك لكي يكون عمليا من المجتمع المدني الداخلي في الغرب إلى الحكومات، وبالتالي نستطيع أن يعني نتحرك ونضغط على عمليا على إسرائيل في نزع هذه الصفة. شكراً. التي تقوم في ممارستها يوميا على الفلسطينيين. شكرا جزيلا عمر خمايسي، نهلة عبدو وطارق حمود، كنتم ضيوفنا في فقرة على طريق القدس. والآن إلى فلسطين هويتي. في
في ذكرى رحيله وبعد مرور 50 عاما على استشهاده، فلسطين تطلق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية، جائزة من أسهم في الحركة الوطنية الفلسطينية ومن ترك بصمته الإبداعية في الاشتباك الثقافي لصالح الهوية العربية والفلسطينية. التفاصيل في التقرير التالي للزميلة نسرين سلمي، فلنتابع. رأينا أن يتم إطلاق جائزة للرواية العربية وهي منافسة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الكتابة باللغة العربية في حق الرواية باسم غسان كنفاني. نريد أن نحتفل بغسان كنفاني، نريد أن نكرر اسم غسان كنفاني، نريد أن نحرر الكتابة العربية مرة أخرى من الارتهان والمنافسات ربما غير العادلة التي قد تتم في حق الإبداع وحق الرواية من خلال إطلاق هذه الجائزة باسم غسان كنفاني، التي أيضا نريد الكتاب العرب أن يحافظ على إرث والقيم والمثل التي ناضل وكافح واستشهد من أجل غسان كنفاني، ونريد أن تظل فلسطين حاضرة بقضيتها بوصفها قضية العرب الأولى في الرواية والسردية العربية. دائما كان المثقف الفلسطيني مقاتلا بالكلمة وبالأغنية وباللوحة وبالرسمة وبالترويدة وباللحن وبالصورة وبالكاميرا، وهذا أمر طبيعي، ولكن لغسان كنفاني خصوصية كبيرة. غسان كنفاني أولا هو كروائي كان روائيا كبيرا يعني، وهو دفع دماءه عن طيب خاطر من أجل فلسطين كما سالت دماء وسال حبر دائما من أجل فلسطين. يعني هو القيمة المادية لهذه الجائزة تقوم من لجنة الجائزة التي ستم اختيارها هناك في مبدئيا، هناك قائمة قصيرة سيتم إعلانها قبل شهر من ذكرى استشهاد غسان كنفاني أي في شهر حزيران، وبعد ذلك في احتفال نتمنى أن يتم في فلسطين هنا سيتم إعلان الفائز من ضمن القائمة القصيرة. ويمكن لأي عربي أو حتى من يتقدم، لأن قلنا للرواية العربية بمعنى أن الرواية كتبت باللغة العربية بالأساس، لأي عربي أو من كتب باللغة العربية أن يتقدم لهذه المسابقة، وأيضا طبعا للجنة التحكيم الرأي في التقرير بمدى ملائمة ومطابقة الروايات المتقدمة لمعايير الجائزة، اللي احنا كمان مرة نريد للكتابة العربية أن تتحرر من الارتهان. حتى الحرية رائد حواتري. الأسير رائد أحمد محمود حواتري من مدينة قلقيلية، أب لطفلين، يعتبر من أحد قيادات كتائب القسام، اعتقلته قوات الاحتلال عام 2003 بتهمة المساعدة في تنفيذ عملية الدولفينة التي أوقعت أكثر من 20 قتيلاً ومئة إصابة بين الصهاينة. الأسير الحواتري حكم بالسجن المؤبد المكرر، يتعرض لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون. الحرية للأسير رائد حواتري. مهمة تحرير أسرى الثورة الفلسطينية تبقى أكثر من أي وقت مضى المدخل المؤاتي لبناء جبهة مقاومة عربية شاملة في مواجهة أنظمة البرجوازية المأزومة والمطبعة. جورج عبد الله، في أمان الله.